أهلا بحضراتكم مرة تانية في برنامج تعلم ألحان كنيستك. إن شاء الله النهاردة هنحفظ لحن شاري إفنوتي. لحن شاري إفنوتي بيتقال في 3 أيام صوم نينوى وفي أيام الصوم الكبير من الاثنين للجمعة من كل أسبوع ما عدا اثنين بداية الصوم وجمعة ختام الصوم. لكن بحسب الطقس القديم لحن شاري إفنوتي كان بيتقال في كل القداسات على مدار السنة. البابا غبريال الخامس من القرن الخمستاشر بيقول في كتابه الترتيب الطقسي أثناء شرحه لطقس القداس السنوي وعند انتهاء تفسير القاتوليكون اللي هو الكاثوليكون يرتلون شاري إفنوتي أولي إماف وبعدها إكس مرؤوت وإلا يقولوا إكس مرؤوت لغير. والكلام ده اتذكر في مخطوطات تانية. على العموم بحسب الطقس الحالي لحن شاري إفنوتي بيتقال في 3 أيام صوم نينوى وفي أيام الصوم الكبير من الاثنين للجمعة من كل أسبوع ما عدا اثنين بداية الصوم وجمعة ختام الصوم. كلمات لحن شاري إفنوتي هي كلمات الربع الثامن من القطعة السادسة من ثؤتوكية يوم الحد. معنى اللحن يرفع الله هنالك خطايا الشعب من قبل المحرقات ورائحة البخور. هنلاحظ ان اللحن ده بيتقال اثناء دورة البراكسيس اللي في بدايتها بيحط ابونا ايد بخور ويصلي صلاة سرية بيقول فيها يا الله الذي قبل اليه محرقة ابراهيم وبدل اسحاق اعددت له خروفا هكذا أيضا اقبل إليك منا نحن أيضا يا سيدنا محرقة هذا البخور وارسل لنا عوضه رحمتك ذات الغنى اجعلنا أن نكون أنقياء من كل نتن الخطية واجعلنا مستحقين أن نخدم أمام صلاحك يا محب البشر بطهارة وبر كل أيام حياتنا. يعني كلمات لحن شاري إفنوتي مناسبة جدا لصلاة الكاهن اللي بيكون بيصليها في نفس وقت ترتيل اللحن. أقول لكم حتة من اللحن وبعدين قولوا ورايا. شاري إفنوتي ست هزات ثلاثة نازلين وبعدها ثلاثة تانيين لفوق. أو واو أو واو نفس الليفل الثلاثة التانيين. نجرب تاني. أو واو أو واو على بعض. يلا من الأول دي.
دي كلها على بعض وبعدين قولوها شارئ فنوتي وبعدين يطلعوا اتنين كمان مرة كويس نقول بقى اللحن على بعض تاني
نجيب الحتة اللي قبلها. Oh, 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 oh
مثال قبلها. شاري في نوتي لغايه الحته ديت. شاري في نوتي
كمان انت بي لا اوس ايفول لا اوس ايفول هقولها على بعض الحتتين انت بي لا اوس ايفول كرر قبل كده يبقى نجيب من اول انتيبي هنقول من اول انتيبي انتيبي لا اوس ايفول ايتن بيشيل نم بيسكوي Agathos
مركز مرقوط لغاية الأخيرها خالص. إكس ما ينطقها نيفما بدل ابنيفما يبقى احسن، علشان ده نيفما دي كلمه يوناني فيبقى معلهاش جنك. هنجرب نقوله اللحن كله مره على بعض من اول شار اف نوتي لغايه الاخر. شار اف نوتي شار إفنوتي، لحن معزي جدا، وأنا بشجعكم أنكم تحفظوه علشان تستمتعوا به في فترة الصوم الكبير. شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة ولحن جديد في برنامج تعلم ألحان كنيستك. If you enjoyed our program today and would like to support this growing service, please include us in your prayers. If you would like to make a donation to keep us on the air, please send us an email to the following address, webmaster@copticheritage.org. God bless you.